أما عن الفريق الأول لكرة طائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن أحمد فتحي، فرجع للتدريبات الجماعية النهاردة، وده بعد الراحة السلبية اللي أخدها امبارح استعدادا لمباريات نص نهائي الدوري. زي ما عارفين إن فريقنا اتأهل لمرحلة نص نهائي الدوري بعد ما تصدر ترتيب المجموعة في المرحلة التمهيدية. مرحلة نص النهائي بتقام بنظام دورة مجمعة، دوري من دور واحد، علشان ترتيب الفرق من الأول والحد الثامن قبل الدخول طبعا في مرحلة النهائي. مباريات مرحلة نص النهائي هتتلعب على صالة الاتحاد اسكندرية، والفريق هيسافر إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي، وهيلعب أول مباراة قدام سموحة يوم الخميس. فريق طائرة السيدات كمان زي ما عارفين كان اتأهل لربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على دلفي بنتيجة 3-0 في دور الـ16، وبيلعب مع سبورتينج في ربع النهائي. كل التوفيق ليهم طبعا في كل ما هو قادم. دي يمكن أهم وأبرز أخبار الكرة الطائرة.